السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتعلم مع بعض غرزة. غرزة مهمة جدا جدا في الكروشيه. الغرزة دي هي اللي بيقوم عليها اي شغل في الكروشيه، هي من اساسيات الكروشيه. عشان اقدر اعمل اي حاجة، طاقية، فستان، مفرش، اي حاجة، لازم اكون بعرف اعمل غرزة السنسلة. هي غرزة سهلة وبسيطة وما فيهاش اي حاجة، نتعلمها مع بعض النهاردة. احنا بنجيب الخيط وبنعمل غرزة بداية. غرزة البداية ديت بنحط الخيط على بعضه كده علامة اكس، وبكون ماسكة طرف الخيط القصير في ايدي اليمين، والخيط الشمال بكون ماسك، والخيط الكتير اللي متصل بالبكرة بكون ماسكاه بايدي الشمال. وبعمل غرزة البداية الخيط بعمله حرف اكس، وبدخل فيه الابرة وبنزل تحت الخيط، بنزل تحت الخيط وانا ماسكه حرف الاكس بايديا، واسحب واشد، وكده احنا عملنا عقدة غرزة البداية. تاني بعمل الخيط حرف اكس وبمسك حرف الاكس بايدي كده، وبدخل الابرة وبنزل تحت الخيط وبسحب الابرة وبشد الخيط، وكده ببقى عملت غرزة البداية. برجع تاني امسك الخيط وانزل تحتيه واسحب الخيط، وهكذا افضل اكررها. انزل تحت الخيط واسحب الخيط معايا، وامسك الشغل بصوابعي دولة، وارجع تاني انزل تحت الخيط واسحب، انزل تحت الخيط واسحب، انزل تحت الخيط واسحب، وهكذا. وهي ديت يا جماعة غرزة السنسلة، سهلة وبسيطة مفيهاش اي حاجة خالص خالص خالص. لو انا دلوقتي عاوزة اقفل الغرزة دي اللي هي غرزة السنسلة، اقدر اقفلها ارجع لاول غرزة خالص معايا، اقفلها مثلا عشان اعملها دايرة، اخش ادخل في الغرزة الاولانية، ادخل في الغرزة الاولانية كده، بقى معايا على الابرة 2 خيط مش واحدة. برجع ادخل في الاولانية بالتانية، ودي بيبقى اسمها غرزة منزلقة. يبقى احنا عرفنا السنسلة وعرفنا المنزلقة. بس هي دي غرزة السنسلة، سهلة سهلة جدا، ما فيهاش اي حاجة، مفيهاش اي مشاكل، سهلة وبسيطة جدا 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 جدا. واقدر اعد الغرز من فوق كده لو انا محتاجة اعد الغرز، لان الكروشيه معظمه بيبقى قايم على العد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.